الشيخ الخدم يعاني فتنفى منه أحزاني وأعلو منه أقراني فقولي ذا بإعلاني فشيخي سر أهدى لأحباب وللأعداء سموما ثم للأبدان إمدادا بأحسان علونا منك ترابا وأبدالا وأندابا فمنكم جاء قطابا فيوض بار عرفان فإبراهيمكم هذا محب منك قد هذا على عهد لكم لاذا ويرجو سبق قران على ميثاقك المثوى على مثواكم المأوى فأنت الغاية القصوى لناء بل كذا داني مداد القطب أثناني وأفناني وأبقاني ويامي فيه أزماني وحيراني وإيماني فعيني عين محبوبي ومأكولي ومشروبي وداد القدم مصحوبي بأصفاري وأوطاني أمدوا الشيخ أورادي وأحزابي وإعدادي وسيفي بين أدادي وهو روحي وريحاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألا هو هو إلا الله هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألا هو هو إلا الله هو لا إله إلا الله وعاشر في عشاقا وسود في أوراقا أياما مثل غيلان بدمع فوق شبوبي وجري فوق يعبوبي لنحو القتم محبوبي ومعصال لأدران بمولانا وملجانا ومأوانا ومنجانا أبي العباس مذكانا ممد كل تيجان على الأقطاب رجلاه فيا للختم بشراه وبشرى من بزلفاه ومن في شوقه عاني لو ورد من العادي سمع كل أورادي لأشياق وأفرادي فهذا الورد أغناني فغير الصوم قد طال عليه الشيخ أفضالا ونا في ذاك قد مالا إلى البلوى وقصران له صوب كأقمار ذو فرح وأسرار وتمكين وأنوار فكل عين أعيان كحاوي الصبغ أحراز مع الدمراوي الخاتم ونجل المشرد العالم فلا لاي ولا وان ومحمود أمام القر بوشنجيت في البر رؤوا برام الأشعر فكل أغلى عرفان هما ميتاج آل الله
تفهم رمز أهل الله فلا تبلى بنكران. فشيخ البرزغ المكتوم وشيخ الخاتم المعلوم وشيخ العلم الموسوم بأمداد لصحبان. أطيل المدح وأقصر ودرك الوصف لا أقدر ولا معشار عشر البر ولو أفنيت أزماني. فقضي بنت أفكاري وتقضي أنت أوطاري بأسرار وأنوار وأمسي فوق قران على الآتي وأصواب وآل ثم أهباب صلاة دب أخطاب وتسليم كسنوان. ألا هو هو إلا الله هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألا هو هو إلا الله هو لا إله إلا الله لا ألا هو هو إلا الله هو لا إله إلا الله.